شايف صلاح ازاي بعد فوزه بكاس العالم للانديه؟ مبدئيا هو ما فيش شك ان محمد صلاح لعيب كبير شرف مصر، كان من ابرز اللاعبين اللي احترفت بره مصر، وانا شايف ان هو قدر يثبت نفسه في الدوري الاوروبي، ومن وفعلا لكل مجتهد نصيب. يعني صلاح افضل لاعب عربي وافريقي، يعني نموذج كل اي حد اعتز بيه. هو فعلا كان يستاهل الجائزه افضل لاعب في البطوله. سعيده بقى احسن، بحسن من نفسه دايما وحاسس من نفسه على طول، دايما في مستوى كويس. انا نفسي اقول له انا بحبك يا صلاح. يعني احتمال ريال مدريد هو اللي يتعاقد معاه ان شاء الله. انا نفسي بصراحه اللي يروح ريال لبرشلونه. ايه اللي صلاح لسه ما حققوش لغايه دلوقتي؟ والله هو يعتبر يعني ان شاء الله يبقى افضل لاعب في اوروبا وياخد بطوله العالم ان شاء الله مع المنتخب. الكره الذهبيه واحسن لاعب في العالم، عشان دي شرفنا وشرف المصريين كلهم. يطلع احسن واحد في العالم ياخد الكره الذهبيه. اتمنى التوفيق دايما لصلاح كده ان شاء الله، واتمنى ان هو يحصل على بطوله قاريه ان شاء الله مع منتخب مصر ان شاء الله في الفتره الجايه. ربنا يعني ايه يزيده بطولات كمان وكمان وكمان، يعني حاجه انجازات تانيه كتير وكمل كتير طبعا واهداف كتير ليه، ويكون في مستوى احسن من كده. We'll be right back.